كثير من الناس حتى يتمنون أن يقبلوا يدكم، لكن أنتم تتمنعون بشكل قطعي يعني. نعم نعم، أنا لماذا أتمنى يا أخي؟ والله الذي لا إله إلا هو، أنا أخجل من الله عندما أجد فلان من الناس يقبل يدي، لأنني أعلم نفسي. ربي ستير يا رجل، ربي ستير يستر، أنا أعلم ماذا قصرت وكم قصرت في جنب ربي، لكن ربي لا يري الناس مني إلا الشيء الإيجابي، ويستر الشيء الآخر ليخفيه بيني وبينه. طيب إذا جاء هذا الإنسان المسكين الذي رأى ظاهري ولم يتبين باطني، هو لا يعلم، لكن الباري لا يعلم، كيف بدي له تفضل قبل يدي معلش مشان حتى تتربى، والباري عز وجل ينظر إليه يقول أما فعلت كذا، أما فعلت كذا، ما لست أنت الإنسان الذي ترى في نفسك إلى آخر ما هنالك. هذا هو الذي يمنعني من أن يعني أجعل الناس يقبلون يدي.